الكابتن ضياء السيد اثار نقطه ناس كتير اتكلمت فيها الاهلي مش هو الاهلي على فكره النتيجه بتحكم وجهه النظر مم. لو اتحسب لي ضربه الجزاء وعلى فكره في اشاعه انا ما حضرتش المباراه لكن في وقت تقطع فيها الارسال قالوا جه جون واتلغى الازارو ما عرفش حقيقه هذا الامر ولا لا لكن وانا جاي على الاستوديو حد اكتر من حد كلمني في الموضوع ده من اللي حضر المباراه هل ده كلام ممكن يكون لا هنعتبر اللي شفناه على الشاشه هو الحقيقه ضربة جزاء لا تحتمل التفسير والتأويل وهنجيب ضربة الجزاء دي ساعة ما نيجي نحللها لأنها بتفكرني بأتينا 2004 وأربعة لك إزاي أنتم مجهزينها طبعا طيب